لو لأمير سعود، كارل هو عم يدافع على أمير. يا أمير يا أمير، من أول أتمت لسعود بيضرب، كمان تسديدة لأمير. أمير تاني ثلاثية للسعود. أحمد إبراهيم على الريباوند، وأمير سعود عم بسجل نقطة الثامنة وعم يستفيد من تمريرة حاسمة لأحمد إبراهيم. لكن فريق الشامبين ما زال دفاعه هو اللي عم يقدر يخلي قريب من فريق الرياضي، وهذا شيء واضح جدا. دفاع فريق الشامبين عم يكون جيد جدا، إلا أنه أمير سعود عنده رأي ثاني. أفضل مسجل بالمباراة، نقطة العاشرة لأمير. لاحظوا بإيده الشمال كيف سجل لسعود، حركه بشكل كثير مهم لاعبي فريق الرياضي. أحمد إبراهيم عم يرجع بالمحاولة، يلي بيخطف الريباوند هو اللاعب يعني صاحب، عنده حس تهديفي رهيب هاللاعب بالفعل. يعني المحاولة وويليام فارس على الريباوند، وأمير سعود ملك التسجيل، 14 نقطة للسعود، مسجل نص نقاط فريقه، وهو اللاعب القاتل من مقاعد الاحتياط. لورين وودز على الريباوند، أمير سعود في تفوق عددي بالهجوم لصالح فريق الرياضي، وأمير سعود 16 نقطة للبراند. خليل عون دخل على أرض الملعب ليدافع على أمير سعود، أند ون لأمير. البرنس عم يسجل نقطة 19، ثاني ثلاثية ناجحة له. كمان تمريرة ممتازة، ممتازة تمريرة إسماعيل أحمد، كمان مقطوعة من إسماعيل أحمد. فاست بريك، أمير سعود بسجل بإيده الشمال، بسجل بإيده الشمال نقطة 24. الخطيب كمان بيخسر كرة، أمير سعود بيطلب الفاست بريك وبسجل بإيده الشمال. ومرة جديدة هون كان عم يحاول يكبس السلة، 26 نقطة لأمير سعود.